مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصري. قلوب مصري النهارده بنبعت باقه ورد، باقه ورد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقه ورد للشرطه المصريه، باقه ورد للشرطه النسائيه، باقه ورد لاسر شهدائنا من الشرطه. الشرطه المصريه الفتره اللي فاتت شفنا تغيير وشفنا تاهيل وشفنا تعديل حتى في سلوكيات الامناء في الشارع. يعني احنا شايفين ان في تطوير جامد وشايفين في مبادرات، يعني حاجه كويسه، حاجه بنسعد بيها ان احنا يبقى يحصل عندنا التغيير. 25 يناير يمكن ارتبط معانا بذكرى تانية سيئه خالص. الفتره اللي فاتت يمكن احنا علينا في سنه سواد، سنه سوده كانت علينا كلنا، كانت على مصر. السنه اللي ركب فيها الاخوان ثوره الشباب وبداوا يعتلوا المشهد، الثوره اللي احنا بدانا نشوف القرضاوي بيعتلي منبر الازهر الشريف. الفترة اللي احنا شفنا فيها الرئيس المعزول مرسي في استاد القاهرة بيحتفل بانتصارات اكتوبر، وشفنا بيركب عربية السادات. يعني من المهازل ومن المهانة ان احنا نشوف قائد الاخوان ورئيس الاخوان رئيس المعزول راكب عربية السيد الرئيس انور السادات وبيلف بيها في استاد القاهرة وحواليه شوية الموتورين بيكلموا وينددوا، ونشوف طارق الزمر قتلة السادات قاعدين في الصفوف الأولى. شيء محزن وشيء مخزي، لكن كانت بدايتهم 25 يناير وكانت نهايتهم 25 يناير. عاوزين نتكلم كمان ونشكر القائمين على بطولة كأس العالم لكرة اليد. احنا شايفين في تطوير وشايفين في حاجة وشكل جمالي محترم، وشايفين فريقنا القومي بيتصدر وبيلعب وبيقدم، لكن احنا ما نطمعش في البطولة. يعني احنا بنتعشم ان احنا ان شاء الله نوصل للنهائيات وان احنا نبقى في المراكز المتقدمه، عشان بس ما نحملهمش عبء، لان في مستويات كبيره وفي فرق مستوى عالي جدا. كمان انا بشكر السيد الرئيس اختياراته لمجلس النواب. احنا تابعنا الفتره اللي فاتت مناقشات مجلس النواب، شفنا شباب تنسيقيه الاحزاب، شفنا حزب مستقبل وطن، شفنا الاحزاب كلها بتجتمع على حاجه، والاول مره احنا بنشوفها مع المستشار الجبالي، مع كامل احترامنا للدكتور علي عبد العال. والفتره اللي فاتت شفنا النهارده مجلس النواب بادئ بدايه قويه، مجلس النواب جايب وزير قطاع الاعمال الراجل اللي بيثبت فشل، وزير قطاع الاعمال العام، وبيتكلم عن شركه الحديد الصلب احد اهم الصروح الموجوده في مصر على مدار ال 50 سنه اللي فاتوا. لا مش 50 سنه، ده 100 سنه. الوزير يعني انا عملنا مقارنه ما بين وزير قطاع الاعمال وما بين وزير التموين. وزير التموين علي المصلحي يمكن بيرأس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيتبعها 44 شركة. 44 شركة فيها شركات خسرانة. شركات خسرانة، شفنا قها، شفنا ادفينا، شفنا الراجل بيعمل ايه؟ بيخلق فرص استثمارية. جاب القطاع الخاص بدأ يدخل يعمل شراكة في شركات قطاع الأعمال العام ويطور. الراجل دور على حلول مش بيبيع. انا عجبني موقف النائب علاء عابد والاعلامي المحترم مصطفى بكري وباقي الاعضاء اللي اتناقش معاه بموضوعيه وبالارقام. يا سياده الوزير، الرئيس السيسي بيتكلم عن الاستثمار وبيتكلم عن القطاع الخاص وازاي نخلق فرص استثماريه، وعملنا الشباك الواحد عشان نسهل الاجراءات على الناس اللي جايه تستثمر في بلدنا. ليه ما دورتش على حلول؟ بالعكس، انت اول حاجه عملتها بتبيع. طب وبعد ما بتبيع، وزير قطاع الاعمال العام طلع بتسريح غريب من كام يوم وبيتكلم وبيقول ان مصنع الحديد والصلب ما يساويش 10 ساغ. طب لما انت شايفه ما يساويش 10 ساغ، طب هتبيعه انت؟ طب الناس هتدخل ازاي اذا كنت خليت قيمته في الارض في الحضيض؟ دي رساله يا جماعه يمكن السيد الرئيس اتكلم عنها النهارده. اتكلم السيد الرئيس اتكلم عن ان احنا عاوزين نبني، عاوزين نطور، عاوزين المنتج بتاعنا ينافس، مش عاوزين نقع بالاقتصاد بتاعنا، مش عاوزين قريه ما يحصلش فيها تطوير، مش عاوزين ترعه يترمي فيها صرف، مش عاوزين المزارع السمكيه. والنهارده السيد الرئيس في بورسعيد كان بيقدم روشته علاج لكتير. الطاقه، بيقول احنا ما بنبيعش الوهم. لما الرئيس يقول احنا ما بنبيعش الوهم ونلاقي وزير قطاع الاعمال العام بيبيع في شركه الحديد والصلب وقبل كده الشركات الثانيه اللي اتكلم عليها، لا يا جماعه احنا محتاجين ثوره تصحيح، وزراء يتحملوا المسؤوليه مش وزراء جايين يبيعوا في البلد.
الحاجه كمان اللي لفتت نظري خلال الايام اللي فاتت السوشيال ميديا والصفحات والمواقع اللي احنا بقينا ناخد منها الاخبار. يعني احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن التورته اللي موجوده في النادي وخصوصيات ناس. طب يا جماعه احنا بقى فاضيين للدرجه دي؟ وصلنا للتوافه للدرجه دي عشان نصدر الكلام ده لبره ونلاقي الصفحات المغرضه والقنوات المغرضه بتحاربنا بالحاجات دي؟ عفوا. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم عليها والحاجه الاخيره زواج التجربه. راجل محامي موتور، انا بقول محامي موتور، عشان يطلع يخترع ويتكلم ويدخل في خصوصيات الازهر. يا جماعه الدين ما حدش يتكلم عنه غير المتخصصين. انا ما اتكلمش في الدين عشان مش متخصص في ازهر، الازهر الشريف في مرجعيه دينيه لينا في ديانات، لكن كل واحد يطلع يالف زواج تجربه ثلاث سنين ثلاث سنين ايه؟ ترضي بنتك بعد ثلاث سنين نقول عليها متجربه بدل مطلقه؟ خلونا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا المحترم اللي احنا هنشوفه بعد شويه. رجعنا من الفاصل وخلونا نستقبل ضيفنا اللي احنا سعينا ان احنا نروح له. الرئيس اتكلم عن المشاركه المجتمعيه وكل لازم يشارك في تنميه بلدنا. الدكتور محمد فتحي الشريف مش جايبينه نصيطه النهارده وجايين نعمل له دعايه وجايين جايه منظر. الدكتور فتحي الشريف، محمد فتحي الشريف صاحب ومدير عيادات الشريف. الراجل تابعناه شفناه في اكتر من قافله طبيه، الراجل عامل اليوم يعتبر ببلاش بيكشف ب 10 جنيه. تخيل انت دكتور في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي اللي الدكتور فاتح فيه خمس عيادات ويمكن بيتهرب من الضرايب ويمكن عنده دخل وعامل فلل وقصور وعربيات ومش راعي، ما بيبصش حتى لغلبان مريض غلبان انه يراعيه في الكشف. لا، الحاله دي الدكتور ده دكتور الغلابه زي ما بنقول، في دكاتره كتير دكاتره الغلابه. الدكتور اللي ينشا في الريف ويحس بالمواطن الغلبان في الكفور وفي النجوع هو ده دكتور الغلابه اللي احنا ندور عليه. خلونا نرحب بالدكتور محمد فتحي وهو يكلمنا عن نفسه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ محمود. نتعرف عليك والمشاهدين يتعرفوا عليك. انا اسمي دكتور محمد فتحي الشريف، اخصائي جراحه عظام طب القصر العيني جامعه القاهره. يعني بشتغل في العظام بقالي اكتر من حوالي 7 سنين. في الاول كنت يعني عياده صغيره في فيصل في شارع العشرين، وبعدين التقت فكره مع زمايلي ان احنا نعمل عيادات تخصصيه فيها اكتر من تخصص. حاولنا ان احنا يعني زي ما بيبقى بنحاول ان احنا نقدم خدمه طبيه عاديه او بسعر السوق زي ما بيقولوا، ان احنا كمان نشارك بجزء من مجهودنا وشغلنا ان احنا نقدم خدمات طبيه متكامله لبعض الحالات الغير مقتدره. عملنا اكتر من قافله، عملنا ايام بسعر مخفض كشف 10 جنيه، عملنا قوافل مجانيه تماما. ده بس يعني حد من الشعب بيساعد الناس مش اكتر. يعني احنا نقول انت شايف من وجهه نظر سعادتك دلوقتي الطب ده بقى تجاره ولا استثمار ولا ايه؟ هو الطب هو تجاره رابحه، بس هي الفكره الناس كتير مش واخده بالها منها ان هو تجاره رابحه على ناحيتين. يعني انت مش لازم تبص على الدنيا بس، تجاره رابحه في المكسب المادي وتجاره رابحه في المكسب المعنوي او الاخروي. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نزود رصيدنا في البنك، بس في نفس الوقت نزود رصيد الحسنات. يعني نبص لها من الناحيه دي، ما نحاولش ان احنا يعني هنشتغل وهنعمل عمليات وهنحقق دخل، بس في نفس الوقت يبقى في جزء من الدخل ده للغير القادرين. هو مش مساعده مننا بقدر ده واجب علينا. يعني التكافل هنا جزء اساسي ورئيسي في دور اي دكتور. يعني انت شايف حضرتك ان التجاره مع الله افيد من التجاره والاستثمار، وان احنا ندخل فلوس البنك من غير ما نطلع حاجه يعني من غير القدر. هو 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 مش هي الموضوع مش كده قوي، هو مش دروشه. انا مش بقول ان احنا نتاجر مع الله فقط، انا بقول ان انت زي ما بتحقق المكسب المادي الدنيوي خلي فيه جزء للمكسب الاخروي. يعني زود رصيدك في البنكين، بنك الدنيا وبنك الاخره. يعني هي دي كل الفلسفه او الفكره. يعني ده احساس جميل. طب عاوزين نتكلم بقى على مرض العصر. انا بنفتح صفحات الفيس بنلاقي 90 اعلان عن كريمات، عن اعشاب، عن تخصصات، عن عن عن. احنا النهارده بنتكلم عن مرض خشونه الركبه. خشونه الركبه عاوزين نتكلم عنه سعادتك، اسبابه هل هو اسباب وراثيه؟ هل تقدم سن؟ هل بسبب الوزن مع حضرتك؟ هل بسبب تاكل الغضاريف؟ هل بسبب حوادث؟ هل يعني اسباب كتير قوي بتؤدي في الاخر خالص
للخشونه اللي احنا بدانا كلنا يعني الناس بدات في الثلاثينات والاربعينات بدات تحس بالخشونه. تمام. هو بالنسبه لخشونه الركبه كمرض هو مرض شائع جدا، يعني مفيش حد ما يعني ما يعرفش حد على الاقل بيعاني منه، مش هقول هو بيعاني منه بصفه شخصيه. قبل ما نحاول نعرف ايه الاسباب وايه العلاج، يعني هنتكلم الاول التعريف، يعني ايه خشونه ركبه؟ يعني الركبه دي مفصل زي ما احنا شايفين، ده مفصل رئيسي في الجسم، بيتكون من التقاء عظمه الفخذ اسفل عظمه الفخذ مع بدايه او راس عظمه الساق. المفصل ده يعتبر اكبر مفصل في الجسم ويعتبر اكثر المفاصل تعقيدا، فعشان كده مشاكله كتير. خشونه يعني ايه؟ يعني السطح بدل ما هو زي الازاز ده املس وناعم وبيسمح بالانزلاق بسهوله، لا بيحصل فيه نتيجه اسباب معينه انه بيخشن او بيتحول من سطح ناعم لسطح خشن. ده بيعمل احتكاك، الاحتكاك ده بيعمل الم وبيعمل التهاب وبيعمل زوائد عظميه وبيعمل مشاكل كتير جدا، هي اللي بتسبب بعد كده مرض بيسموه خشونه الركب. ده بالنسبه للتعريف. الاسباب هو الخشونه، يعني نقدر نقول ان هي مرض الزمن، هي مرض الاستخدام، هي مرض الإجهاد المتكرر. الفكرة أن مع الوقت ومع الزمن قدرة المفصل على تجديد نفسه بتقل. الشاب اللي كان عنده 20 سنة لما يبقى عنده 40 أو 50 سنة الخلايا ما بتقدرش تجدد نفسها بنفس السرعة وبنفس الكفاءة ما بين الاستخدام وما بين أو التآكل اللي بيحصل نتيجة الاستخدام وما بين التجديد، فده بيخلي خلايا المفصل أو خلايا الغضروف بتتآكل وما بتتجددش بنفس السرعة، وبالتالي بيبتدي يحصل مرض الخشونة. ده الأساس في الموضوع اللي هو الزمن أو التراكم السنوات. السبب الثاني الشهير جدا هو ممكن يكون الاستخدام الزائد، يعني حد بيستخدم المفصل كتير جدا فوق قدرته على التحمل، يعني مش هنقول استخدام بدون داعي بس هنقول استخدام بدون مبرر، يعني أنا بحمل على المفصل في حاجات ينفع ما أعملهاش، حد ساكن في الخامس وكل شوية نازل طالع بدون سبب. السبب الثالث، انا يعني هتكلم في الاسباب سريعا، الوزن الزايد، وده من احد الاسباب الرئيسيه جدا طبعا، ان كل يعني انا اعتبر المفصل ده عباره عن موتور عربيه، هحمل عليه وزن زايد بدون داعي هيشتكي بسرعه وهيبوظ بسرعه، هنتعامل معاه باريحيه وبوزن مرتاح وبدنيا كويسه هنلاقي الموضوع بيعيش معانا او بيعمر معانا. يعني طب بالنسبه للوجبات الغذائيه لها تاثير على موضوع العظام؟ اكيد طبعا الوجبات الغذائيه لو هي وجبات صحيه فبالتالي يعني هتبقى مش هتسمح بزياده الوزن بصوره مبالغ فيها، لكن الوجبات السريعه والفاست فود والكلام ده اكيد هيخلي الوزن يزيد، وبالتالي لما الوزن يزيد هيبقى في تاثير على كل المفاصل. هو الركبه تحديدا هي اكتر مفصل بيشتكي لان هي اللي شايله اغلب الوزن وبتسلمه للكاحل وبعدين للارض، فكل ما الوزن يقل كل ما التحميل عليها هيقل، والوزن بيزيد نتيجة الأكل الغير صحي، فطبعا هي سلسلة متكاملة، يعني هو مش عامل واحد بيحصل وبعدين خلاص لو أنا غيرته الموضوع بينتهي، لا هي سلسلة حاجات بتسلم بعضها وبتوصل للنتيجة النهائية في الآخر. طب أنت شايف حضرتك الأعشاب، يعني احنا شايفين كتير وصفات الكركم ومش عارف إيه وحاجات كتيرة، يعني بنلاقي وصفات على الفيس كده بيقولوا إن هي علاج وبتخفف الخشونة، ليها علاج؟ هو عشان نبقى صراحة يعني لحد اللحظة الحالية هل في علاج شافي لخشونة الركبة؟ الإجابة بمنتهى الصراحة لا. خشونة الركبة كعلاج احنا بنحاول لو هنمشي على البروتوكول بتاع الأدوية فاحنا بنحاول بنحسن الحالة، بنقلل الألم، بنزود العمر الافتراضي للمفصل، كل ده الجزء الدوائي بيقوم بيه. في بعد كده أجزاء أخرى زي تدخلات معينة زي مثلا الناس بتسميها حقن الزيت أو حقن الهيلورينيك أسيد، دي بتحاول تحسن وظيفه المفصل، وبعدين بيبقى فيه تدخلات معينه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن بيها وظيفه المفصل سواء تدخلات جراحيه او تغيير مفصل. هي الفكره ان يعني الناس تتعامل مع خشونه الركبه كمرض مزمن، مرض زيه زي السكر زيه زي الضغط، يعني مش هينفع ملوش علاج شافي، ودي نقطة مهمة جدا 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 لازم المريض يبقى فاهمها. يعني انا المصداقية والصراحة بتاع حضرتك المريض لما بيجي لي في العيادة لازم يبقى فاهم كويس جدا، وده جزء انا بحاول اشرحه على قد ما اقدر، ان انت تبقى فاهم طبيعة المرض اللي انت جاي تتعالج منه، عشان ما تطلبش من الدكتور يعني حاجة فوق طاقته، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندك سقف طموحات عالي، فبالتالي لما ما تتحسنش بالطريقة اللي انت شايفها مرضية بالنسبة لك تقول لا ده في مشكلة في العلاج الطبي. الخشونة مرض ليه بروتوكول معين حسب المرحلة اللي احنا فيها، هو أربع مراحل كل مرحلة ليها علاج معين بيؤدي لنتيجة يعني الأفضل نتيجة ممكن، لكن لو وصلنا للمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة زي ممكن نتكلم لو في وقت، يعني هنلاقي ان هنا التدخلات الدواء لوحده او البرشامه لوحدها مش التدخل الجراحي. امتى يبقى في لازم تدخل جراحي؟ لو وصلنا للمرحله الرابعه اللي هو خلاص سطح المفصل زي ما احنا شايفين هنا كده، يعني هنحاول نشيل دي عشان نقدر نشوف، دي عباره عن خشونه الركبه، السطح اهو الناعم ده الطبيعي،
هنا اصبح خشن، وبعدين عمل حاجه لما الموضوع زاد اسمها قرحه في المفصل اللي هي النقطه الحمراء دي. دي اللي بتعمل الوجع، لان السطح ده يعني حساسيته للالم قليله، لكن السطح ده حساس جدا للالم، فده لما بيحصل فيه احتكاك مع الحركه والتانيه والفرد بيحصل الالم الشديد. اللقطه اللي احنا او اللحظه اللي هنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي هي لحظه وجود القرح والخشونه. طب امتى نعرف ان احنا وصلنا للمرحله دي؟ لما العلامات اللي بتبان على المريض يعني. طبعا لا، علامات هتبان بالفحص الطبي، علامات هتبان بالتاريخ المرضي، علامات هتبان بالاشعه، علامات هتبان ببعض الفحوصات الطبيه الاكبر شويه لو هنحتاج مثلا نعمل منظار لحاجه تانية. كل الحاجات دي بتسهل جدا على الدكتور ان هو ببساطه يقدر يعرف. امتى يا دكتور نقول ان احنا خلاص احنا وصلنا لمرحله ان احنا لازم نركب مفصل صناعي ونغير المفصل؟ لو حصل خشونه من الدرجه الرابعه اللي هو سطح المفصل تآكل تماما، المريض مش قادر يتحرك، مش قادر يمارس حياته بصفه طبيعيه، كل تاني وفرد الركبه بيبقى فيه الم، بيحصل تيبس في المفصل، معدل الحركه بيقل، بيبقى فيه علامات التهاب او تورم او احمرار، كل العلامات دي لما بتبقى موجوده لا خلاص احنا كده وصلنا نهايه الطريق ومحتاجين ان احنا نحاول نغير المفصل. طب الحاله اللي احنا ممكن نركب فيها مفصل صناعي، هل دي مرتبطه بوزن معين ممكن تفيد ولا وسن معين؟ ولا ممكن تتعمل تركيب المفصل ده في اي وقت غير هو المفصل؟ هو الفكره كلها ان احنا بنحاول نوصل للاوبتيموم، للحاجه المثاليه جدا. يعني انا هي الفكره كلها ان الجراحه دي جراحه تخصصيه عاليه الدقه، فانا عايز اوصل منها للمريض لافضل نتيجه ممكنه. محدش هيقول ان حد وزنه زايد مش هتتعمل له العمليه، بس هي الفكره كلها في مردود العمليه بعد كده. كل ما انت تحاول بقدر الامكان قبل العمليه تقلل وزنك، كل ما انت نتيجه العمليه بتاعتك هتبقى افضل وقدرتك على الحركه بعد كده هتبقى افضل. فهي الفكره ان الوزن المثالي لما الدكتور بيطلب منك ان انت تقلل وزنك قبل الجراحه، ده مش رفاهيه، هو بيحاول بقدر الامكان يزود العمر الافتراضي. احنا قلنا بقدر الامكان ان المفصل ده عباره عن موتور في الاول وفي الاخر، فانت لو هنركب مفصل صناعي اللي هو موتور صناعي، احنا هنا بنحاول نقلل الحمل عليه. فلو وزنك قل للحد اللي تقدر تعمله، ده هيساعد ان المفصل يبقى افضل. لو قدرنا بقدر الامكان ان احنا بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للزمن او العمر. طب خلينا ناخد المداخله، واضح ان في مداخلات بدأ سريعا مع حضرتك. تمام. الدكتور ربيع ابو درع، اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ محمود، زي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا دكتور، منور الدنيا. الدكتور كان مشارك في قافله طبيه عندكم في البدرشين. اهلا وسهلا بيه الدكتور محمد فتح الشريف. راجل محترم من الناس الاساسيين معانا في المبادرات ان شاء الله، اللي تابع لحزب مستقبل الوطن على مستوى الجنوب ان شاء الله. يعني احنا بنحاول نستغل الدكتور بقى والطاقم الطبي اللي معاه ان احنا نجوب كره مركز البدرشين ومركز العياط ان شاء الله. طب الطاقم الطبي اللي كان مرافق معاه، هل في تخصصات ثانيه ولا هو الدكتور بيجي بمفرده كده وخلاص؟ لا والله الدكتور كان جايب لنا 9 تخصصات، ربنا يبارك فيه. قدرنا من خلال الفعاليه والمبادره اللي كانت تحت مظله حزب مستقبل الوطن بمركز البدرشين بقياده الاستاذ شعبان هيكل وامين التنظيم الاستاذ احمد الجيار، ان احنا نكشف على اكتر من 1000 حالة في اليوم دوت ب9 تخصصات مختلفة. طبعا ده كله انطلاقا من الدور التنموي والاجتماعي لحزب مستقبل الوطن، اللي احنا متبنيين ان احنا المواطن هو الحاجة الاساسية في محور اهتماماتنا ان شاء الله. الدكتور محمد فتحي ساهم باجره ولا الراجل قبض واستفاد من القصة دي؟ لا والله الراجل ما قبضش، لا هو ولا معمل الصفا ولا معمل المصريين. الدكتور برضو ما شاء الله عمل اكتر من 300 تحليل معمل الصفا، 300 تحليل بدون اجر بدون مقابل. الدكتور محمد عمل اكتر من 150 كشف بدون مقابل، ربنا يبارك فيه هو وجميع الاطقم الطبيه اللي كانوا متواجدين. بالاضافه لمعمل المصريين برضو عمل اكتر من 50 اشعه مجانا. لا اليوم كان يوم جميل جدا، وكانت فعاليه بتخدم الناس بجد. الناس وقفت بجد من اول يوم من الساعه 8:30 الصبح لغايه الساعه 6 مساء، الكشوفات باستمرار. يعني كانت فعاليه جميله خدمت المواطن بشكل كبير. يعني احنا ممكن نقول على الدكتور محمد ده طبيب الغلابه؟ والله لو استمر معانا في الفعاليات على مستوى الايام الجايه ان شاء الله نسميه طبيب الغلابه، هو المجموعه اللي معايا بصراحه. اشكرك يا دكتور ربيع، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، شكرا يا استاذ محمود، شكرا يا استاذ محمود، ربنا يبارك فيك. اتفضل. نكمل حوارنا معاك، ودي شهاده جايه لك من جنوب الجيزه، اخر فعاليه انت حضرتك شاركت فيها. دكتور ربيع على يعني من الشخصيات المحترمه جدا الواحد تعمل معاها بصراحه، ويعني ربنا يكرم كده ان شاء الله هيبقى في فعاليات تانية. في يعني احنا ابتدينا بقريه الطرفايه في البدرشين،
مركز البتول التعاون معنا تعاون مثمر جدا فيها مركز البتول التخصصي، وبعدين ان شاء الله في فعاليات تانية هتبقى في قرى البدرشين تباعا باذن الله. يعني نقول ان احنا نشاطنا بس هيبقى بدرشين ولا ايه؟ يعني المفروض ان النهارده بنخاطب الجمهور كله في مصر المصريه يعني المحروسه. اكيد طبعا، هو يعني حضرتك بالنسبه لعيادات الشريف تحديدا فهي يعني ليها فرعين، فرع في البدرشين وفرع في انا محافظه انا في ابو شوشه، ده يعني موطني الاصلي زي ما بيقولوا. فالقوافل هتبقى في الاثنين، مش بس كده احنا كمان عاملين قوافل او هنعمل قوافل بعد كده في الاليوبيه في شبرا الخيمه، هنتعاون فيها مع مؤسسه قدرون للتنميه الشامله ومع معالي النائب مجاهد نصار ده عضو مجلس النواب في شبرا الخيمه. دي يعني عن طريق طب احنا عاوزين ناخد حاجه للبرنامج، يعني احنا عندنا حالات كتير تبع البرنامج بتتواصل معانا، المفروض نستفاد من وجود حضرتك معانا ونساهم. يعني انا تحت امر حضرتك، تحت امر البرنامج في اي حاجه، مفيش اي مشكله. يعني احنا ممكن نعلن يعني نقول ان احنا عندنا 10 حالات ممكن حضرتك تستقبلهم عن طريق البرنامج، مفيش اي مشكله، تحت امر حضرتك. نقول ده وعد كمان؟ لا لا خلاص تمام. نقول كشف عظام بس ولا في حاجات تانية؟ هي الفكره الفلسفه بقى اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، ان احنا مش بس بنقدم للمريض الكشف الطبي، يعني احنا مش بنوقع الكشف الطبي بس، اي قافله احنا عملناها او هنعملها او حتى كنا عملناها قبل كده بنحاول نقدم له خدمه متكامله. ان مريض العظام تحديدا او حتى لو تخصص تاني ما بيبقاش الموضوع ان انا بكشف عليه واقول له انت عندك كذا، ما هو كده ما استفادش حاجه. هي الفكره كلها انه لازم يبقى فيه تسلسل للاحداث. في مريض هيحتاج فحوصات، وده تعاوننا فيه مع مركز المصريين للاشعه والتحاليل، ان احنا قدمنا خصم 50% للاشعه او للفحوصات المطلوبه. مش بس كده كمان، بعد يعني المريض لو احتاج بعد كده لجلسات علاج طبيعي، في يعني مشكورا الدكتور اسامه صلاح قدم خصمه برده 50% معانا في القافله، دكتور او استشاري العلاج الطبيعي في البدرشين. عايز اقول لحضرتك ان كمان في بعض الصيدليات المجاوره عملت بعض التخفيضات على الادويه، شركات ادويه ساهمت معانا بعلاج او بعينات مجانيه مدعمه. الفكره ان انا حتى لو المريض هيحتاج تدخل جراحي فيعني الزملاء شاكرين، سواء انا كجراحه عظام او زميلي مثلا زي الناس اللي معانا في الفريق في عياده الشريف، يعني زي دكتور علاء ابو الحمد ده مدرس جراحه عمود فقري في القصر العيني، او دكتور احمد عادل، يا ريت نفتح المداخلات، او دكتور احمد عادل طب رياضي. يعني الناس دي مش بس في التوقيع الكشف الطبي، لا كمان يعني بيقدموا خصم يعني كبير جدا على العمليات الجراحيه، بحيث ان احنا نقدم للمريض خدمه متكامله. هو دخل يكشف وعمل الفحوصات المطلوبه وكمان العلاج الطبيعي او التدخل الجراحي. يعني احنا نقول ان في فريق متعاون مع حضرتك بيشتغل لله، بيشتغل بيساعد المواطن وبيساعد دخل بسيط بيقوم الدنيا، بس يبقى عامل له يوم في الشهر او يومين للتكافل والمساعده. يعني احنا زي ما قلت حضرتك الموضوع، احنا يعني احنا مش الموضوع مش دروشه، احنا مش هنقول ان احنا بنشتغل كده على طول، لا هو الفكره كلها ان جزء تكافلي. احنا بنقدم في العيادات عندنا يوم في الشهر، يعني اول شهر ابتدينا كان يوم 19/11، وبعدين عملنا يوم تاني يوم 20/12، وبعدين دخلت القافله. هي الفكره كلها ان احنا كمان يعني لما ابتدينا نتعامل مع حزب مستقبل الوطن ابتدينا ان احنا نقول طب احنا عاوزين نوصل لنقطه، معلش بعد اذن حضرتك، احنا مع كل الاحترام لحزب مستقبل الوطن وحزب الاغلبيه الموجود دلوقتي، طب باقي الاحزاب الثانيه ولا حابه تتعاون معاك؟ يا فندم مرحب بيها جدا، وعايز اقول لحضرتك ان في تعاون برضه هيبقى مع حزب حماه وطن. هي الفكره يعني بقول احنا عاوزين نتعامل مع الكل، يعني مع الجميع على اساس ان حضرتك بتقدم خدمه مش مقصود بيها حد ولا لا خالص، هي الكل. الفكره ان احنا بنقدم خدمه للمواطن المصري بس، يعني حتى بشقيها كمان. يعني عايز اقول لحضرتك ان في تعاون مع الاخوه الاقباط في ابو شوشه. طب بمناسبه الاخوه الاقباط احنا معانا مداخله من ابونا ابراهيم كاهن كنيسه السيده العذراء مريم. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. مساء النور، كل سنه وحضرتك طيب. الصحه والسلامه يا فضل ايام، ايه اخباركم عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا معانا الدكتور محمد فتحي الشريف. حبيبي حبيبي، عاوزين محمد رساله كده وكلمه بتوجهها للدكتور محمد فتحي، هل هو راجل متعاون مع الاخوه الاقباط في هنا ولا راجل بيشتغل بس مع الناس اللي هو عارفها؟ الدكتور محمد اولا جيراننا، وتلميذنا برضه، يعني كنت بدي في الثانويه العامه كنت بديله زمان درس، فانسان يعني نخبه من زمان يعني. وعلى فكره رصيده السنوي كتير يعني. يعني راجل بيشتغل زمان، هو طالب حتى كان يصلي الفجر حاضر وذهنه حاضر وتمام 100% يعني. انت متابع ابونا بقى يعني، الراجل بيصلي الفجر. جيراننا يعني، وراجل متعاون معانا جدا، ومتعاون مع الغلابه،
ويعني بالفعل هو ممكن نقول عليه طبيب الغلابه فعلا يعني. يعني راجل يستحق ان احنا نقول له طبيب الغلابه. طب ايه اللي حضرتك ممكن يتعاون فيه مع الكنيسه كدكتور محمد والفريق بتاعه؟ ما هو وعدنا انه هيعمل لنا طفله حلوه كده في الكنيسه ويعالج الغلابه. اه. وبيساعد برضه الغلابه مننا برضه يعني كتير الراجل يعني. يعني نقول راجل متعاون يعني. لا متعاون جدا يعني. طب احنا هنا في القريه بتاعتنا ما فيش مسلم مسيحي عادي الامور تمام. احنا كلنا بلد واحد ووطن واحد ودم واحد ولغه واحده وعالم واحد ومصير واحد يا بول. اكيد طبعا. لانه دكتور محمد يعني من اسره كمان عريقه واسره اصيله وعن ابوه وجده الدنيا كلها حلوه يعني. هو باين ان الدكتور محمد دكتور خير وحد وطني محترم يعني. ده عن ابوه وجده يعني مش هو بس كده يعني. والله دي شهاده وسام على صدر الدكتور وعلى صدورنا كلنا كاخوه مسلمين موجودين في وطن واحد. استاذ كل خير وربنا يوفقه كتير ان شاء الله. الف شكر ابونا. شكرا جزيلا يا فندم. مع السلامه. انا شايف ان الناس بتشكر يعني واضح ان انت بتشتغل على ارض الواقع فعلا يعني. ربنا يخليك والحمد لله. انا قلت يعني دي مصادفه كده ان احنا شفناك كده في البدرشين فقلنا ان يعني واضح انك شغال في الصعيد كمان. هو الصعيد ده الموطن النشأة والميلاد فيعني اهلنا وناسنا فاحنا بنحاول بقدر الامكان نوزع الخدمات بتاعتنا على اقطار مصر كلها سواء الصعيد او القاهره. النقطة الثانية ان ابو شوشة تحديدا يعني لو حد هيحاول يدور او يشوف هيلاقي ان فيها الكثافة السكانية بالنسبة للمسلمين والاقباط تقريبا 50-50 يعني الناس هناك اهل وجيران. انا الشارع بتاعي نص جيراني مسيحيين متربين مع بعض من صغرنا فالبلد هناك فيها كنيسة كبيرة جدا هي كنيسة العذراء مريم فالبلد هناك مفيش الحساسيات اللي ممكن تبقى يعني موجودة يا باشا ان شاء الله مفيش حساسيات واحنا يعني. ده بتبقى قلة من هنا ومن هنا بس حد مش فاهم حاجة فبيدخل الحمد لله ان احنا في بلد الامن والامان يعني الناس كلها بتشهد لنا يعني. خلينا نكمل نقول علامات اللي بتظهر. هل هو تأثير خشونة الركبة ده بيأثر على باقي المفاصل في الجسم ولا هو تأثيره بس على قد الركبة؟ لا طبعا هو اي مفصل يعني اذا ده عضو تداعى له باقي الاعضاء. هي الفكرة ان مفصل الركبة ده هو اللي شايل توصيل الوزن من الحوض للارض. فلو في مفصل الركبه فيه مشكله هتلاقي المريض ممكن يشتكي من الام في الظهر، ممكن يشتكي من الام في الكاحل. طبيب العظام الشاطر ما يعتمدش على ان المريض بيشتكي من شكوى واحده في مفصل واحد، لا هو بيفحص بقيه المفاصل بالتبعيه، خاصه مفصل يعني لو هنيجي المريض بيشتكي من مفصل الركبه روتين، اساتذتنا علمونا كده يعني ان انا لازم افحص مفصل. احنا معانا مداخله وحد مصر ان هو يعمل المداخله. الدكتوره ياسمين الداري اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك الاعلام الكبير محمود عوض زي حضرتك. الله يخليك يا فندم. انا واضح ان ليك حضرتك ليك نشاط خدمي قادرون وحاجات كتيره في الشارع يعني نقول العلاقه تقريبا متبادله ما بينك وبين الدكتور محمد. احنا بنحاول نكمل بعض يعني على قد ما نقدر يعني. طب انت شايفه الدكتور محمد في البيت ازاي؟ من كدكتور ولا كأب في البيت؟ لا بصراحة دكتور محمد على قد مشغولياته وطول النهار بيبقى بره ومع ذلك هو بيحاول يكون معانا متواصل معانا برضو ومش سايب الأولاد ومعايا في كل تفاصيل شغلي كمان يعني. هو بيشارك مع حضرتك في قادرون ولا بعيد عن المجال ده؟ لا طبعا بيشارك احنا بنستغله طبعا يعني ده لازم يعني. بياخد فلوس ولا ما بياخدش؟ نعم بياخد فلوس ولا لا؟ لا الحساب في الاخر بقى الشهر انا اللي باخد فلوس. لان هو الراجل بصراحه انا قبل الهوا بيتكلم بيقول ان حضرتك ليكي نشاط كويس جدا في الشارع وواضح ان حضرتك كمان ليكي تاثير مع حزب مستقبل الوطن يعني تقريبا حضرتك مسؤوله امانه كده في الحزب. انا امين مساعد امانه المهنيين مستقبل الوطن الايوبيه ورئيس مجلس امناء المؤسسه القادرون استاذ احمد سري امين المهنيين على مستوى محافظه الايوبيه. احنا مؤسسه قادرون للتنميه الشامله هدفنا ان احنا نرفع وعي المواطن بقوانين وحقوق دستوريه وازاي يلتزم باداء دوره كمواطن فعال
عملنا حملات كتير توعية للمشاركة في أداء التصويت الانتخابي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفترة الأخيرة، وعملنا شغل جميل قوي في مشروع تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ودربناهم وفي ناس كتير قوي توظفت بتعاون مع ناس كتير معانا. بنشتغل برضو على جزء خاص بالمرأة المعيلة، وبنعمل مشروع تعزيز حصولها على فرص عمل وإنشاء مشروع اقتصادي ليها. وأخيرا بقى وصلنا للجلسات التثقيف البيئي والحفاظ على البيئة والتشجير، والنهاردة كان عندنا حملة توعية بفيروس كورونا وبرعاية مؤسسة مجاهد نصار. احنا نزلنا للناس البسيطة اللي موجودة في الشارع اللي قاعدة في الشارع، وعملنا توعية ووزعنا عليهم كمامات وكحول. وكان ده واضح ان حضرتك عامله برنامج توعوي، وفي كتير من التكافل وبتنزل للشارع ومجهود محترم، واضح ان البيت كله بيشتغل لله. في كلمه عاوزه توصليها حضرتك او رساله توصليها للدكتور محمد وهو موجود معانا على الهواء؟ دكتور محمد انا بتمنى له ان هو ينجح في كل خطواته اللي هو بيتمناها يعني، واتمنى له مستقبل باهر يعني، وانا جنبه طبعا يعني. شكرا يا دكتوره. متشكره ليك. شكرا ليك. شكرا يا فندم. نكمل كلامنا عن علاج الخشونه. طيب يا دكتور، ليه بيبقى العلاج الدوائي ليه تاثير، يعني تاثير على الكلى وعلى الكبد وكذا، وخاصه العلاج الخاص بالعظام ده؟ تمام. يعني انا تعالجت اللي كان عندي غضروف ورباط صليبي، لما خدت علاج تعب لي معدتي واثر عليا. هو الفكره ان دور العلاج الدوائي في الخشونه او في علاج الخشونه دور بيبتدي في المرحله الاولى والثانيه، وبيساعد شويه في المرحله الثالثه، لكن ما نطمحش انه يبقى اكتر من كده. هي الفكره كلها ان المسكنات لو هتتاخد لمجرد ان انا اسكن الالم، انا كده بداري المشكله مش بعالجها. انا ممكن اخد مسكن عشان اضيع الالم، بس الفكره ان المفصل هيفضل يتعب وهيفضل يحصل فيه خشونه، والخشونه هتزيد مع الوقت. المسكنات لو هتتاخد بتتاخد لفترة محددة ومحدودة لعلاج ألام حادة بتحصل في وقت معين، وببتدي أمشي على بقية البروتوكول العلاجي. يعني لو في حسب المرحلة طبعا، لو في حاجات بتتاخد فيها علاج طبيعي، في حاجات بتتاخد فيها حقن للمفصل أيا كان النوع الحقن ده هيبقى إيه، لكن إن أنا أتوقف إن أنا أخد مسكن كل يوم عشان أداري الألم، أنا كده بدفن راسي في الرمل. طبعا المسكنات هنا هتعمل ضرر كبير جدا، أولها على المعدة، هيبقى في آلام المعدة والقرح والقصة دي. النقطة الثانية ان هيبقى في آلام على الكلى، هيبقى في مشاكل، قصدي في الكلى، هيبقى في مشاكل في الكبد. فالمسكن ليه دور او مضاد الالتهاب ليه دور، ولكن الدور ما ينفعش يتخطى. طيب حضرتك نرجع للعلاج، الكريمات تأثيرها ايه في كمسكن ولا لها تأثير في انها بتزود السائل اللي في المفصل او كذا ولا؟ هي الكريمات يعني مثلا معانا النهارده كريم اوري، ده مساج جل بنستخدمه في حالات الخشونه، هو بيعالج المرحله الثانيه وشويه في المرحله الثالثه. هو هنا انت بتحاول لما بتاخد حاجه موضعيه بتحسن من ان انت بتقلل استخدامك للقراص او الحاجات اللي عن طريق الفم، فاحنا هنا بنحافظ او بنتجنب التاثير على المعده. طب انت حضرتك حد جرب الكريم ده وجاب نتيجه معاه ولا لسه في التجربه؟ لا اكيد لا، يعني احنا واخدين ترخيص وزاره الصحه وناس جربته، وانت تقدر تسال الناس يعني، احنا مش هنقول ان احنا يعني شهادتنا هتبقى مجروحه، لكن الناس جربته وادى نتائج كويسه، لان هو بيحسن من بيقلل الالم وبيحسن التورم وبيقلل المشاكل اللي ممكن تحصل. وموجود عادي في السوق؟ عادي أو موجود متوفر. اسعاره كويسه ولا؟ الحمد لله. طيب نرجع نتكلم عن اصابات الملاعب باعتبار حضرتك راجل متخصص في اصابات الملاعب. ليه يعني انا عملت رباط صليبي او غضروف بعد كده النتيجه لقيتها يعني في حاله متاخره، مش يعني ده بيبقى ليه علاقه بالتاهيل والعلاج الطبيعي ولا ده بيجي نتيجه ايه؟ هو الفكره ان زي ما يعني ناس كتير فاهمه الموضوع، مش ان انا بعمل العمليه كويس جدا والموضوع بينتهي، يعني انا مجرد بروح عند دكتور كبير وبياخد 30,000 و50,000 والاخر خالص برجع تاني اجيب العكاز. لا، هي الفكره كلها ان العمليات اللي من النوع ده يعني بتحتاج ان احنا نعمل برنامج تاهيلي منظم مع حد محترف. الموضوع ما بينتهيش عند خروجنا من اوضه العمليات، ان الدكتور عمل عمليه ممكن الدكتور يعمل او الجراح يعمل عمليه ممتازه جدا، ولكن المريض او عدم الالتزام بالبرنامج التاهيلي او عمله مع حد مش على قدر من الكفاءه، ده هيؤدي الى ان النتيجه بعد كده ما تبقاش مرضيه ليه. فالبرنامج التاهيلي في حالات الرباط الصليبي والغضروف الهلالي بالذات بتبقى مهمه جدا يعني.
وبالعكس يمكن قيمتها زي قيمه الجراحه. انا شايف في عيادات الشريف، تكلمنا عن عيادات الشريف. هي عيادات الشريف كانت فكره الاول يعني ابتديناها مع بعض انا وبعض الزملاء. الفكره دي يعني كنا بندور على مكان الاول بحيث ان احنا نقدر نفتح فيه بولي كلينيك او عياده متعدده التخصصات. حاولنا ندرس السوق كويس ونشوف المكان اللي فيه اكبر احتياج ممكن. استعنا بشركات تسويق عقاري زي شركه حراملك. الناس بصراحه ما قصروش معانا خالص. قلنا لهم احنا محتاجين ايه، محتاجين مكان ينفع يبقى عياده متخصصه. طب ينفع ان في شركه زي شركه حراملك مثلا تخش تدخل تستثمر معاك مثلا، بتبقى شريك في قصه زي كده؟ هو ما عرضوش، بس احنا زي ما قلت حضرتك احنا الجانب بتاعنا جانب استثماري وجانب خيري، فاي حد عايز يساهم باي حاجه خيريه احنا يعني فاتحين بابنا للجميع، ما فيش اي مشكله خالص. بس هي الفكره زي ما قلت لحضرتك ان بيبقى لينا متطلبات معينه باريا معينه، احنا يعني كدكاتره وقتنا ضيق فبنستعين ببعض الزملاء في المجالات الاخرى، بنحدد لهم احنا محتاجين 1 2 3، هم بيدرسوا السوق وبيحددوا لنا الاختيارات بيطرحوها علينا سواء عن طريق يعني بنتواصل معهم تليفونيا او عن طريق الصفحه وبنوصل لحل بعد كده، لان الفكره ان انت بتفوض هنا. يعني احنا عندنا احنا شايفين صور مثلا حرامنك وحشمت صيدلية حشمت والحرامنك، انا شايف في كتير بيتعاون مع حضرتك. يعني هو زي ما اتحرك الفكره كلها هي مش وان مان شو، احنا مش شخص واحد، احنا اكتر من شخص بنلتقي جميعا في نقطه واحده ان احنا بنحاول نقدم خدمه كويسه وفي نفس الوقت بنحقق طبعا ربح. يعني الموضوع زي ما قلت حضرتك ما بيبقاش بس جانب خيري فقط، لا برضو الاهداف الشخصيه موجوده ولكن في اطارها المحدد، لا افراط ولا تفريط يعني. لكن انت شايف حضرتك ان دور المساهمه بتاع المساهمه في المجال الرياضي، يعني انا مثلا حضرتك ممكن تساهم مثلا في انديه كبيره او في مراكز شباب او كخدمات في الشارع. احنا معانا بالفعل يعني احد الزملاء المشاركين معانا في عيادات الشريف دكتور احمد عادل، ده يعني اخصائي جراحه العظام واخصائي طب الرياضي. ده لا الدكتور احمد عادل ده شخصيه كبيره معروفه. ده دكتور النادي الاهلي يعني، انا ده شخصيه معروفه وشخصيه قياديه يعني تمام، اسمه موجود في الشارع الناس عارفين، فهو بيشارك معانا برضه في حالات كتير جدا بما يخص الطب الرياضي. ده لا حد محترم. نرجع لاصابات العظام. طب المفصل احيانا المفصل اللي تحت ده الكاحل ده بيبقى في علامات في تورم وفي كذا وكذا، المفصل ده ضعيف بالفعل ولا لا؟ بالعكس يعني مفصل الكاحل تحديدا لو هنبص ليه من ناحيه الميكانيكا او ناحيه الهندسيه، المفصل ده برغم صغر حجمه جدا والى ذلك هو شايل وزن الجسم كله، فلا بالعكس هو بيفصل عليه احمال عاليه جدا جدا جدا، وكل ما الوزن بيزيد طبعا الاحمال دي بتزيد. هي الفكره كلها ان هو نتيجه ان هو المفصل اللي مباشر في التلامس مع الارض بيتعرض لكتير من يعني بيسموه التواء الكاحل اكتر من مره. بعض المرضى ما يعني بيحصل التواء ما بيستشيرش الطبيب او ما بيلجاش للاستشاره الطبيه، فده بيعمل بعض المزق في الاربطه شويه بعدين يحصل التواء تاني. طب خلينا ناخد المداخله دي، واضح ان الناس المتابعين ليك كتير يا دكتور ومش هتبقى حلقه واحده. معانا مداخله النائب مجاهد نصار. اهلا وسهلا بيك يا سياده النائب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا معانا الدكتور محمد فتحي اخصائي العظام واصابات الملاعب. ازي حضرتك يا معالي النائب، اخبار حضرتك ايه؟ انت شايف ان في تعاون مع الدكتور محمد في القوافل وفي المبادرات وفي الاستشارات الطبيه؟ دكتور محمد من الناس المحترمه جدا والناس بتتعاون مع المجتمع المدني فعلا، مع الجمعيات ومع المنطقه بتاعتنا كلها بشكرة، وفي المناطق اللي هي فعلا محتاجه، فعلا المناطق كلها اللي هي اكثر احتياجا للقوافل. الناس المحترمه جدا يعني، الراجل اللي هو متعاون معانا جامد جدا. امتى نقول ان في قافله طبيه هيساهم فيها الدكتور محمد في شبرا برعايه النائب؟ الدكتور محمد قايلينه في منطقه اللي هي في جام ومنطي ومسلمة، فان شاء الله هو وعدنا ان احنا ان هيجيب لنا قافله في المنطقه دي، فاحنا منتظرين يعني ان شاء الله باذن الله. طب باعتبار حضرتك موجود معانا ومن النواب المحترمين الموجودين، انا شايف ان كان في وزير قطاع الاعمال العام كان موجود معاكم في المجلس وكانت المناقشه حاميه، يا ترى وصلتوا لغايه فين؟ انت والله انت كويس اللي انت يعني فتحت الموضوع دوت. انا كمان انا يعني بما اني راجل صناعي وراجل متخصص صناعه الحديد، كنت عايز اقول حاجه ان بقول لوزير قطاع الاعمال ان هو المفروض ما يبيعش
شركه حديد والصلب خالص دي، والحل سهل جدا والحل المفروض هو عمله في شركه الدلتا. شركه الدلتا كانت بتخسر، هو قفل كلها وكان فرن تسييح، عمل بلت ابو جايب حله بتشيل 25 طن وكسب منها. فانا بقول له دلوقتي عندك مصنع حديد والصلب تقدر تطوره وتجيب بدل الحله اللي بتشيل 25 طن، لا تجيب حله 150 زي المصانع المنافسه عشان خاطر تخدم على المصانع الصغيره كلها. وشركه الحديد والصلب شركه عريقه وشركه كبيره جدا، وشركه الشركه دي بتعتبر ام المصانع كلها وتخدم على المصانع بتاعتنا كلها اللي في مصر. فيها حاجات كويسه جدا، اول حاجه فيها بنيه اساسيه ضخمه جدا. طب انت تعليق حضرتك، تعليق حضرتك، والوزير بيقول ان الشركه كلها تساوي 10 سهام. الشركه ايه؟ بيقول ان شركه الحديد والصلب بتساوي 10 سهام. لا 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 لا، ده تساوي مليارات. ده فيها حضرتك عشان اديك علم، فيها محطه كهرباء، اكبر محطه كهرباء للمصانع الحديد، اكثر من 300 ميجا، بنيه اساسيه جامده بمليارات. فيها ثاني حاجه طبعا، فيها محطه غاز برضو للشركه، فيها محطات هواء، فيها بنيه تحتيه ضخمه جدا بمليارات، وفيها حوالي 1400 فدان. ال 1400 فدان دول نفسهم مليارات. ده هو عايز يعمل زي الشركه حته الصلب، يبيع 50% من الارض اللي هي مثلا 700 فدان، يقدر يطور ويجيب فرن واحد بس اللي هو التسييح دوت، وعنده البنيه الاساسيه كلها موجوده في المصنع عنده، يقدر يقدم على المصانع كلها. خلاف على كده الشركه فيها معاهد التدريب ومعاهد الفلزات والمعاهد الدراسيه كلها حتى من الاعداديه، عشان بتمول لنا احنا كمصانع صغيره صناع موجوده كشباب تقدر. يعني سياده النائب، سياده النائب، نقدر نقول ان الوزير قطاع الاعمال فشل في اداره ازمه الحديد والصلب؟ وزير اداره الاعمال مش حكايه فشل، هو في يعني وجهه نظر بالنسبه له يعني مش قادر يعرفها، ان مصنع حديد والصلب ده في بنيه تحتيه تشغل مصنع قدرة عالية جدا، مش عايزين احنا نفقد البنية ديت، بنية بمليارات مش بملايين، بمليارات. فهي مصنع الصول ده عشان يشتغل يرمي كل المعدات اللي فيها ويجيب فرن تسيح ويسيح الخردة بتاعت المكن ده، هيجيب حق المكن. يعني على كده في المصنع عنده 750 ألف طن خردة، بدل ما يباع الطن ب5 جنيه، لا هيعملوا غلط، هيبيع الطن ب11 جنيه. دي اول حاجه هيكسب له بتاع 5 6 مليار جنيه بالهواء لو جاب الفرن الاول. شكرا سياده النائب. احنا كان معانا مداخله من والد الدكتور محمد فتحي، وما يمكن الخط قطع، نحاول الاتصال بيه تاني. الوالد كان معانا في المداخله، ويمكن الخط فصل تقريبا. عاوز اوصل لك رساله، واضح انه ما بيشوفكش من زمان. يعني والحمد لله بحاول يعني بقدر الامكان ان انا اتواجد هناك بصفه يعني دوريه او صفه اسبوعيه، عشان خاطر يعني نقدم بعض الخدمات الطبيه. احنا عملنا فرع العيادات الشريف في ابو شوشه في قنا، الافتتاح كان لسه يعني من قريب، من حوالي اسبوعين. الحمد لله بنقدم خدمات في كل التخصصات، يعني العظام طبعا، والجراحه والبطنه والاطفال والنساء والتخاطب والانف والاذن، يعني تخصصات متنوعه. برضو يعني ما بننساش الدور الخدمي فيها، ان احنا يعني كل يوم جمعه بنعمل تخصص معين بتخفيضات كبيره جدا، يعني الكشف بيبقى ب 10 جنيه او 20. هيبقى في مرة في الشهر يعني كشوفات مجانية. هنحاول نتعاون مع برضو إخواتنا أو زمايلنا في مستقبل الوطن في قنا، إن احنا نعمل قوافل في حتت مختلفة في الصعيد. فالمكان هناك يعني إن شاء الله هيقدم خدمة، يعني مش هنقول إن الصعيد محروم منها أو قنا محرومة منها أو أبو شوشة محرومة منها، بس يعني على الأقل محتاجينها. احنا معانا ولد الدكتور محمد، أهلا وسهلا بك يا حاج فتحي. اهلا وسهلا يا سيدي، ازيك محمود؟ الله يخليك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الدكتور محمد واضح انه ليه فتره ما شافكش، وفرصه ان هو يكلم حضرتك بقى في البرنامج. والله احنا لا يعني كان عندنا هو قريب، بس طبعا كانت واخدها القاهره مننا وشغال بحري من ساعه ما كان طالع في اولى كليه، قعد يمكن اكثر من 15 سنه بحري. بس حاليا الحمد لله يعني جاء فتح عيادات عندنا وبقدم خدمات ممتازه للناس، ومشكور جدا بيشكروه.
يعني احنا نقول ان الاستاذ محمد فتحي رجل للتربية والتعليم، الرجل المحترم، احسن تربية الاستاذ الدكتور محمد فتحي، ونعم التربية، واحنا بنشكرك انك انت اهديتنا بشخصية محترمة زي الاستاذ محمد. الله يبارك فيك، وده كان يعني املنا من الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا في احد ابنائنا، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا فيهم كلهم. يعني ده احنا واحد. احنا بنشكر حضرتك انك انت فعلا احسنت التربية، وبنقول لك شكرا انك انت اهديتنا بالدكتور المحترم اللي احنا بننتظر منه الكثير بصراحة. ان شاء الله ربنا يوفقه لعمل الخير، وده اهم حاجة عندنا يعني ان شاء الله. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم. الحديث مع دكتور محمد حديث طويل شيق جميل. انا بصراحه مش عاوز الحلقه تخلص، ربنا يخليك، لكن عاوز اكد يا جماعه على حاجه، اكد ان شركات قطاع الاعمال العام دي نقول لعمود الفقر الاقتصاد المصري، مش هنفضل نستورد. ورساله بنوجهها لرجال الاعمال، رجال الاعمال المصريين اللي عندهم مليارات وبيستثمروا بره، يا ريت تراعوا شويه بلدنا وتنفذوا تعليمات الرئيس وتوجيهاته. الراجل فتح لكم دراعاته عشان تستثمروا، بلاش نستثمر في اللب ونستثمر في المقرمشات ونستورد ونشتغل في الحاجات اللي هي تفيدنا. انا في نهايه لقائي بشكر الدكتور محمد فتحي، الدكتور المحترم، واكيد ان شاء الله مش هيبقى حلقة واحدة، أكيد هيبقى لنا حلقات ممتدة معاك. بشكر فريق الإعداد أستاذة مارينا جمال، بشكر الاستوديو الأستاذ وليد عمارة، بشكر كل اللي عاملين في البرنامج، بقول لهم خالص تحياتي، وإن شاء الله مصر لينا ومصر بينا، ودايما وأبدا هنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. خالص تحياتي، محمود عوض.